كسرت اليدي حقت الصدر. اه هو جاي من عندهم انا. ما شاء الله اعطيهم اعطيهم واحده الله جوش النبته. لا والله بنقال اعطيهم يلا بنقال. اي بنقال يعني نتكلم عن الزراعه عن الخضار. بنقال يا اول انا ايزي بنغلاديش انا اول مسكين اول مني شغل بعدين انا شغل حزيده بيو هنا خاص مقدون زازا طماطم جيتو فوات كيلوات كيلوات كيلو شويه انا جامودير بعدين صديق انا جماعة او اصل كلام تاشيرودي اكويزي بعدين انا شويه مدير شغل انا ما في شغل بيو لا انا كرسي دي ادلس ساعه شرا داش شيل فلوس كده رو. انا حي اول يعني مدير كبير. اي انا مدير كبير كل سكوت انا فرمالو انا كبير. حتى كلام ميزان كله معلوم كبير كويس شوي صوت وصورة كبير. انت عارف زي اللي بغى يسب بس افتكر انه ممكن توصل للمرحله شويه كبير شويه مشكل شعريه شيء شعريه شيء من كلام لازم شعريه انا كلام ودي ما في مشكله عشان انا اكبر بشكيك ساعه لما كده بس والله نفر بنقالي ما في كويس لا اي هذا انا خلي انت معلوم دهين انت معلوم جوري انت معلوم جوري بدي انت قبل راتب اسبوع كل يوم غسل بعدين انت ما اي فلوس شويه زياده انا اوقف انا اقول 10 ريال صح اي انا مسلم انا خلي فلوس هنا اسلام كده صح عشان انا اقبى انا ايزي فنجل اكل اسلام جدي موت كله نفر هذا موت ايش فايده هذا صح هنا قال هنا بنقال يسوي كده عشان شوي فايده هو موت واصلا بده ما في موت المشكله الثانيه انت ليش 15 سنه ما في سفر بس فلوس ما عشان حظ مكه مدينه ما في اكبره فلوس خلي انا عشان مدينه انا زوره حقك انت اول يجي من بنغلاديش انت كلام واحد سنه 15 سنه ما يشوف اي انا اجلس 15 سنه هنا سوي يا مارا 15 سنه انا اسوي اماره اسوي بيت كله ظبط ما بدي الوقت السعودي انت تعبان لا ما تقول انت يا اخي كيف انت تعبان انا ما تعبان يا زول انت تنام انت يا اخي المزرعه تجيب لي سوداني والله جيبك جوازاتك يا اخي دق على جوازات دي السودان مديني وينها ما خايف مديني الاهلي والله العظيم انا ما خايف والله من اي حاجه الجن الكلكي اللي لابس ملكي والله الجن الكلكي ولا الملكي تسفرني ولا ما سفرني انا طريق ديدي انا ما ابغى اضرك انت تبغى في جيبنا السودان وطفران وتبغى ترزق الله لكن والله اقسم بالله ما تشتغل اجر ما تحلف عليك الله ما تحلف انا جايب عزتي وكرامتي من السودان انا جايب فلوس هذا الشهر ما في راتب اكرم الله تسفرني على قد ديلي خبرك ترى ما عندي مشكله هدد قول والله يا دك قسم بالله لازم اخ والله ما عندي عمار يا اخي ما غشيت اخوك تحلف بالله انك ما غشيت اسمع انت قلت لي تبغى صيني صح انا قلت لك ابغى دين مصري غالي اسمع اسبوع ويخرب يا ادريس انا قلت لك يومين ما يمشي انت قلت بس عاوي كذا حق واحد ساعه بس انت ما قلت لي الاصل ما قلت لك 700 اعطيك اياها اعطيك اياها ادريس على بلاطه قول على بلاطه انت حرام اوف لا والله انت شنو هذه قلت شنو هذه الحاله هذه قسم بالله ترند والله قلت شنو هذه هي عندهم مره هذه والله يعين زوجتك عليك انا ما ادري كيف اتحملك والله الله يعيني عليك يا اخي غنم المفروض عند الغنم انا جاي وعند الغنم انت واعي ما تنفع انت نايم في العصر في البيت بس انت
معروفه شغلات. انا قوي مع زوجتي ماني زيك تخاف. يا اخي اليوم تخاف منها وانت تكلمها، والله يا خديجه انا والله قصرت معاكي، انا ترى زوجتي ما عندي مشكله ما خاف منها زيك. انت كنت عندي دقت عليكم شيته ولا ما صح؟ لا 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 انت قلت الزوجه قاعد امشي ولا ما كذب؟ لا 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 انا حد صدق ترى كذاب كذاب هذا ترى فوق انه حرامي كذاب. انت تكذب ليش؟ انت خايف منه؟ انا اتوقع السواد انه ما فيهم كذب. اه والله صح السواد انه ما بيكذب. لا 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 شوف السواد انه ما بيكذب والله كلهم كويسين الا هذا. هذا سرق من عندي 2500 ريال لا تنكرها صح؟ يا اخي انت انا سرقت منك كم؟ علم قصة 2000 سرقت منك كم؟ 2500 هسه اجيب لك القران تعلم عليه ادي لك 4000 ما 2500 ايوه انت تعلم انا عارفك انت تعلم 10 ريال تعلم عليه.